مرحبا، في هذا الفيديو بدنا نحكي على موضوع جدا 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 مهم. تمام، بتذكرين احنا في دايفيرجنس ثيوريم اللي اخذناها في البيسك كالكولاس كانت عبارة لو في عندي كلوز انتجرال اوفر سيرفيس للفانكشن مثلا A، تمام، وكان عندي تكامل اوفر سيرفيس، انا بامكاني اعمل كالتالي، اعمل او اخذ الدايفيرجنس للفانكشن A واكامل اوفر فوليوم، تمام، اتخلص من هذا الكلوز انتجرال وخلاص اشتغل اوفر فوليوم، ابطل اشتغل اوفر سيرفيس. تمام، خلوها هاي في بالكم لانه كمان شوي راح نستخدمها ونشتق اشي كثير كثير مهم. تمام، يجي على جاوس لو حكينا انه اللي هو الابساي اللي هو الفلكس، تمام، بيساوي الكلوز انتجرال لا الدي دوت دي اس، وهاي فيكتور وهاي طبعا فيكتور، على كلوز انتجرال راح يساوي الكيو انكلوزد. هلا السؤال عند البعض عندكم، شو الفرق بين الكيو وبين الكيو انكلوزد؟ نيجي نشوف شو هو الفرق. على سبيل المثال لو في عندي لاين شارج ديستريبيوشن موزعه على هذا اللاين، تمام، على سبيل المثال زي هيك، وهي نقطه البدايه وهي هي نقطه النهايه، تمام. لو انا اجيت عملت حوط اللاين هذا في سيركل زي هيك او بسيركل زي هيك، تمام، هلا الكيو انكلوز هي الشحنات بس اللي محصوره جوا هذا الشيء انا محاصره يلي باللون النهدي، يعني الشحنه هاي والشحنه هاي والشحنه هاي. اما الكيو هي كل الشحنات اللي موجوده على هذا اللاين، يعني الشحنه هاي وهاي 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 وهاي، يعني الشحنات يلي من بدايه اللاين لحتى نهايته، تمام؟ اوكي، نيجي نشوف الكيو انكلوز ايش ممكن تكون؟ اما اللي هي رو ال، تمام، دي ال طبعا تكامل اوفر لاين، حتكون اما رو اس دي اس اوفر سيرفيس او رو في دي في انتجرال اوفر فوليوم. طيب انا بدي اجي اساوي هاي، تمام، اجي اساوي هاي مع هاي ونعمل بعض التغييرات. اوكي، احنا بنعرف انه دي دوت دي اس بتساوي الانتجرال للرو في دي في، هذا اوفر سوري هذا اوفر فوليوم وهذا اوفر سيرفيس. حسب الدايفيرجنس ثيوريم نشوف هل فعليا بتحقق الدايفيرجنس ثيوريم ولا لا. طبعا بلاحظ انه نفس التفاصيل ولا بيختلف عنها اي شيء، تمام. اوكي، بلاحظ انه يلي بنطبق على هاي بنطبق على الدايفيرجنس ثيوريم، فبالتالي انا بدي هاي استخدم فيها الدايفيرجنس ثيوريم، فبالتالي الدايفيرجنس للدي، تمام، اوفر فوليوم، تمام، اوفر فوليوم بيساوي الرو في دي في برضه اوفر فوليوم. طيب مش احنا حكينا انه هاي كيو انكلوزد، صح؟ طب الكيو انكلوزد اللي محصوره من ايش؟ محصوره من خلال السيرفيس هاد، فبالتالي هون صارت الكيو انكلوزد اللي هي الرو في، تمام، هي المحصوره خلال هذا الفوليوم، تمام، فبالتالي التكامل هاد هو نفس التكامل هاد، فبالتالي بكل بساطه التكامل هاد لو انا اكامل راح التكامل هاد يروح مع التكامل هاد، فراح يضل عندي الدايفيرجنس للدي بيساوي الرو في، تمام، وهذا احنا بنسميه، تمام، فيرست ماكسويل لو، هذا فيرست ماكسويل لو. وطبعا قوانين قوانين ماكسويل من اهم القوانين، يعني راح نلاحظ جدا لها استخدامات وجدا لها فائده كتكنولوجي في خلال الفيديوز الجايات، تمام. طيب هلا احنا بنعرف انه الدي عباره عن امسلون نود في اي، تمام، بدي اعوض هذه هون، فالدايفيرجنس للامسلون نود في اي، تمام، في الامسلون في اي بتساوي الرو في، تمام، اوفر ايش حتكون هاي رو في، فبدي اقسم على امسلون نود واقسم على امسلون نود، فبالتالي الدايفيرجنس للاي بيساوي ايش؟ راح يعطيني الرو في على امسلون نود، يعني معناه اللي هو مقدار انبعاث الفلكس دنسيتي، تمام، بيساوي توزيع الشحنات على هذا الحجم او في هذا الفوليوم، يعني انبعاث الفلكس بيعتمد على الرو في، تمام. وبنشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه نشوف تطبيقات على ماكسويل لو.